اكيد بانه العنوان البارز وكل تضامن مع ضحايا الزلزال من خلال اللافته الان اللي رافعينها لاعبي فريق اولمبيك عزافين في الوقت اللي امامنا. طاقم تحكيم هذا المباراه صوره غنيه عن كل تعليق، ما يعني صراحه تضامن يعني الانديه الوطنيه وكل اكيد يعني الجامعات الرياضيه. إذن محمد بلوط ومحمد فرح على مستوى تقنيه الفار خلال هذه المواجهه. إذن كانت هذه قراءة الفاتحة على ضحايا الزلزال، الله يرحم كل الضحايا والشفاء العاجل إن شاء الله للجرحى. أولمبيك أزافي انتداب عدد من اللاعبين بقيمة سهيليشو، عبد الرحمن كرنان، حمزة مجاهد، نيجيري إيدو، عيمن الحضيري، كريم بوناغات اللي كان معار بالدولة الليبي، سليمان المرالي، كرمون، كمال قرع، زكريا المعاشي والبحراوي، كلهم لاعبين اللي تنتدبهم فريق أولمبيك أزافي هذا الموسم. الكرة في الجهة اليسرى لفائدة فريق أولمبيك أزافي، محاولة التمرير والتدخل استرجاع الكرة. تبنى السرعه ديال مروان العز اللي بحث على حمزه النوري في الوقت المحاوله اللي بعد الفريق اولمبيك ازافي بواسطه يونس النجاري. النجاري داخل منطقه الجزاء ولكن كنقول انه كان تباطو عبد الله ديارة، محاوله المراوغه لرباني ديارة، الحكم كيمنع الخطا بالفعل. كان تدخل ديال عبد الله ديارة لاعب الماني يلعب للمغرب فاسي ويسير هو تزمو الاتحاد طنجه وقبلهما اولمبيك باماكو. تبع المحاوله ديال يونس النجاري ثم عبد الله ديارة. كرة في الجهة اليمنى، هذه محاولة صلاح مصدق، تمريرة لشعيب المفتول، شادي عمل رفع الكرة داخل منطقة الجزاء، فرصة لفتح الرباطي، فرصة فرصة و تدخل تدخل الدفاع حمزة النوري في الوقت اللي المطالبة بلمسة يد وضربة جزاء. الحكم كيقول الزاوية محاولة شكلت خطورة على دفاع وعلى مرمى فريق أولمبيك أزافي. لاحظوا الاحتجاج الآن على حكم المباراة تبع المحاولة. روح لتسعودي الاهداف ليوسف مهري، بورغيس وزحزوح. اذا الحكم كيتجه الان لمتابعه الصوره. اذا اول تدخل لتقنيه الفار في هذه المواجهه. اذا محمد حويدري تم استدعاءه لمتابعه الصوره، متابعه اللقطه. هل هناك لمسه يد؟ هل كانت متعمده؟ كلها امور اللي الان كيحاول غادي يحاول الحكم بانه يتابعها. حمزة النوري اللي قلت بانه كيبقى دائما واحد من اللاعبين المزعجين على مستوى اللي داخل مستطيل العمليات. حاول شكلت خطوره واضحه على دفاع وعلى مرمى فريق اولمبيك اسفي. اذا حكم المباراه يتابع الصوره، يتابع اللقطه اجل اخذ القرار. اما بالاعلان عن ضربه جزاء أو الإعلان على أن هناك زاوية للفتح الرباطي. الكل ينتظر قرار نهائي. إذا الحكم المباراة دائما كياخذ الوقت ديالو الكافي لمتابعة الصورة ومتابعة اللقطة. زاوية أخرى. تمريرة كانت من الجهة اليسرى بالرأس، تدخل خالد علوي، الكرة اللي وصلت لحمزة النوري. إذا تقنية الفار وتقنية الفيديو
التقنية المساعدة للحكم من أخذ من أجل أخذ القرارات الصائبة. إذن بعد متابعة الصورة محمد حويدري إذن يعلن عن زاوية وأنه ما كاينش هناك ضربة جزاء. الحكم يعلن على ركنية تقريبا ما كاينش هناك ضربة جزاء متابع هذه المحاولة. إذن هذا هو قرار حكم المباراة. حكم إذن يعلن على نهاية الجولة الأولى بالتعادل السلبي 0 لمثله. شوط أول اللي يمكن نقول بأنه القراءات التكتيكية كانت حاضرة بشكل كبير بالنسبة للمد على انطلاقات وتحركات عبد الله ديارة وصماكي كذلك محمد الروحي على مستوى الهجوم ديال فريق أولمبيك أسفي، ولكن محاولة إعفاء التدخل الدفاعي. إذن بداية الجولة الثانية، جولة اللي نتمنوا أن نتابعوا محاولات تسجيل. ترجع الكرة من طرف المدافع أيوب القاسمي للحارس أيمن ماجد. نتائج كانت مهمة سواء على المستوى المحلي أو المستوى القاري. إذن خطأ لإفادة فريق الفتح الرباطي. نفذ خطأ لعبت كرة مباشرة وفوق المرمى. سيدة ديال المدافع أمين مسن. أيوب قاسمي في الوسط لأمين مسن. مشات كرة في الجهة اليمنى. صلاح موسى صدق هذه فرصة لإفادة فريق الفتح الرباطي. حمزة النوري وسطات لصلاح موسى صدق. محاولة تدخل الحارس. محاولة خطيرة لإفادة فريق الفتح الرباطي. تدخل الحارس خالد علوي في المكان المناسب. تابعنا حمزة النوري وصلاح موسى صدق اللي لاحظوا وصلت الكرة أمامه. مهدي الباسل طلب اللاعبين من يكون هناك هدوء. شعيب المفتول مراوغه ممتازه ديال شعيب المفتول كيمرر هذه فرصه لفيدة فريق الفتح الرباطي. حميد احداد وتدخل الدفاع. محاوله خطيره لفيدة فريق الفتح الرباطي. دخول داخل منطقه الجزاء. حميد احداد يسدد وتدخل الدفاع اللي كيبعد الكره للزاويه. كنقول بانه محاوله شكلت خطوره واضحه. تبعت الكرة دائرية داخل منطقة الجزاء. تدخل خالد علوي دي فرصة تسديدة. خالد علوي الرأسية دائما خطورة. فرصة هدف والكرة ترتطم بالعارضة. المهدي الباسل كان بإمكانه أن يوضع الكرة في الشباك. نتابع هذه المحاولة الركنية. تدخل خالد علوي تسديدة مرة أخرى. تدخل ممتاز. لاحظوا هذه السماتة ثم المهدي الباسل كان أنه الختم يكون بأفضل صورة وأفضل طريقة. لاحظوا التسديدة القوية والكرة ترتطم بالعارضة. المحاولة للاعب أمين عزري. اللاعب الذي يجيد التسديدات القوية و كي يجري الكرات الثابتة. إذا أمين مسن الحكم طال انطلاقة وصافرة من أجل تسديد هذه الكرة. أمين مسن فرصة. تدخل الحارس خالد علوي في المكان المناسب. كانت فرصة ومحاولة. تدخل الحارس خالد علوي والمباراة تنتهي إذا بالتعادل السلبي 0 لمثله بين